السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا العرض الجديد لرحين نتحدثوا على قدماء المحاربين، ما دام هناك الكثير من الأسئلة لي من أصل تونس أو المحاربين اللي كانوا في تونس والتونسيين المسلمين اللي صبحوا فرنسيين أو أصبحوا فرنسيين بعد الإدماج أو بعد الحصول على معصوم تجنس، وكيف يقدروا أولادهم وأبنائهم وأحفادهم يطلبوا بالجنسية الفرنسية في يومنا هذا. طبعا في يومنا هذا بعد ما تنازلت فرنسا على تونس كاين امكانيه انك تحصل على الجنسيه الفرنسيه نسبه للاب او الجد اللي دار مرسوم تجنس ولا اللي دار حكم تجنس، وهذا قانون سيفعل الى يومنا هذا، ولكن لازم تثبت الانتماء ديالك لهذا الاب من ناحيه، وزيد بزياده لازم انك تجيب دليل ان الاب ديالك ولا الجد ديالك دار الجنسيه الفرنسيه. سيرتيفيكات ناسيوناليتي سي بو سي با ان دو جي كاين بزاف د التوانسه جابوا لي سيرتيفيكات ناسيوناليتي فرونسيز. سيرتيفيكات ناسيوناليتي ما تخليش وما تعطيلكش الحق انك تجيب الجنسيه الفرنسيه، لازم مرسوم تجنس ولا حكم تجنس، واحده من زوج، مرسوم تجنس او حكم تجنس. طبعا مراسم التجنس متواجده بمصالح الارشيف، وخاصه كاين فيها بزاف بيافيت، كاين فيها في اكسون بروفونسون، كاين فيها في بيافيت، فيها فرانسوا ميتيرون وريزي، وكاين ايضا بعض المناطق هنا بفرنسا تمتلك المراسم، وكاين لي بيبليوتيك فيرتويال اوسي كاين اللي عندهم مراسم، وكاين عده مصالح دارشيف اللي عندها مراسم خاصه بالاخوه التونسيين. ولكن اول مرحله اللي لازم تقوم بها، اول مرحله لازم عليك تقوم ببحث. لماذا؟ لان المعلومه غير متوفره. دوك اللي مازال جدو حي ومازال بابا حي ومازال اجداده احياء، ولا اللي مازال اصدقاء اجدادهم ولا مازالهم احياء، يقدروا يسالوهم هل كاين امكانيه، هل الجد كان قريب من السلطات الفرنسيه، هل الجد قام بمرسوم او لا. لا ادري، ولكن لازم انت كشخص كشاب اليومنا هذا تبحث دير بحوث في المنطقه باه يكون عندك معلومه حول الجد، اسكو كاين احتمال امكانيه الحصول على انه تحصل على الجنسيه ولا لا. ولكن الفو فير دي ريشيرش في حالة اذا كان المعلومات غير متوفره، لا بد من بحث في مصالح الارشيف مباشره، لا بد من البحث، لان السؤال المطروح هو ان هذه الفتره راهي تفوت 100 سنه دروك رانا في 2023، دونك اوتوماتيكمون كي نحسبوا حتى 1900 راهي فات 100 سنه باه تقدر توصل الى النتائج. من المستحسن انك تروح الى مصادر في نقدروا نثقوا فيها. هذه المصادر اللي هي مصالح الارشيف التابعه للدوله، لان في بعض الاحيان يتم تزوير بعض المراسيم وبيعها باثمان غير معقوله. يتم ايضا التلاعب بكثير من الشباب في تونس والعائلات في تونس، يقول لهم بلي نجيب لكم مراسيم ونقدروا نجيب لكم دي دوكري، يكون عندكم دروا لا ناسيوناليتي، ويديروا لهم مبالغ خياليه للاسف الشديد. وانا نقول لكم خاوتي من المستحسن ما تتلاعبوش، لانك اذا قدمت مرسوم مزور معناتها راك شاركت في الجريمه. وفي هذه الحاله اذا كان فرنسا حطت عليك اون كروا، حتى واذا كان عضو من ذاك لقيت المرسوم الخاص بجدك التونسي، ما يحقش انك تعاود تطلب طلب الجنسيه، لانك قدمت في بدايه الامر مرسوم غير صحيح، لان الفرنسيين يعتبروك شريك في الجريمه في حال ما اذا كنت حصلت على مرسوم مزور. ولكن من المستحسن انك تقرب الى مصالح الارشيف اللي يقدر يتقرب شخصيا، يعني يتقرب من المستحسن، واللي ما قدرش يحاول انه يكلف انسان عنده ثقه، انسان ثقه باه يوجد له ولا يحوس له على المرسوم. طبعا من هذا المنبر ان نقول خوتي توانسه، سابدا باعطاء معلومات حول مراسيم وكيفيه استخراجها والمصالح وين تقدروا تلقاوها في عدد سبيسيال، يعني في اعداد ولا سلسله خاصه بالمراسيم اللي نقدمها كل يوم سبت على الساعه 8 ابتداء من هذا الشهر الجاي. دونك تبعوا في قناتي، تبعوا حتى وان كنت نتحدث على المراسيم نتحدث نسبة للجزائريين، ولكن حتى التونسيين لديهم نفس التسجيل، لديهم نفس التنظيم، تم تنظيم مراسيم التوانسة والجزائريين في نفس الأماكن، يعني لي بيبليوتيك ولا مصالح الأرشيف اللي نقدمها لكم ابتداء من هذا الشهر الجاي إن شاء الله، تقريبا نفسها ولا نفس المعلومات اللي نقدمهم لزالجيريان
ينطبقوا على التونسيين تقدروا تستفدوا من خلال هذه الفيديوهات المتعلقة بالمراسيم. نقول لكم نتمنى أني وصلت لكم المعلومة، نقول لكم تحية طيبة ونتلقى في ساعة الخير إن شاء الله.